وصلت مصر. الله يسلمك. تحب تطلع اسكندريه على طول سيادتك؟ العربيه جاهزه وتمام؟ تمام تمام. يلا بينا. سعادة البيه، نورت الشركة سعادة البيه. تشكر. إيناس، اطلبي لي نادي هانم. إيه أخبار الشغل يا حنفي؟ كله تمام يا سعادة البيه، والبيان قدام سعادتك بحركة توزيع البضاعة. منين كله تمام وأنا شايف البضاعة كلها مخزونة زي ما هي؟ أوامر طارق بيه. طارق بيه هو اللي قال لكم ما تنزلوش البضاعة السوق؟ أيوة يا فندم. ليه؟ أصل البضاعة شحة في السوق، والأسعار أكيد هترتفع بعد كام يوم. فهمت. طلبتيلي نادية؟ الجرس بيرن في البيت ومحدش بيرد يا فندم. طب شوفها لي في النادي. مش موجودة في النادي يا فندم. في حاجة تانية يا حنفي؟ شكرا سعادة البيت. شكرا. من فضلك يا حنفي. أيوة يا فندم. خلي عم أحمد يعمل لي فنجان قهوة. حاضر يا فندم. ابعتيلي طارق بيه. مش موجود يا فندم. اخلقهولي من تحت الارض. الو؟ اهلا شربات لي بيه. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. انت بتتكلم منين؟ من مينا؟ بتعمل ايه عندك؟ زي ما انت عارف، بخلص على البضاعة. طب سيب اللي في ايدك وحصلني على البيت حالا. ايه؟ أخبار مهببة. أهلا طارق بيه، تفضل. أهلا سيدي. أهلا أهلا شربات. أهلا يا طارق. بالحضر. أهلا. إزيك يا طارق؟ خير. على الله تكون جايب معاك مشاريع كويسة. الحمد لله كله تمام. ايه اخبار نادية؟ نادية كويسة. امال هي فين؟ معرفش. انتوا اتخانقتوا؟ يعني حضرتك ما تقدرش تسميه خناق، تقدر تسميه شوية دلع ظريف بين اتنين بيحبوا بعض. وطبعا رميت لك الدبلة زي عوايدها. زي العادة برضه. وخدت بعضها وراحت على شاليه العجمي. تمام زي العادة. ايه رأيك بقى يا حبيبي انها غيرت عوايدها المرة دي وسافرت؟ سافرت؟ سافرت راحت فين؟ عمو حبيب ما تقلقش عليا. أنا في أتينا وسعيدة جدا مع حبي وأشواقي. Oh.
احب افوت عليكي بكره الساعه كام؟ زي ما تحب. تصبح على خير يا حبيبتي. تصبح على خير. الشيطان وزني قلت اسرق. تبقى حرامي. انا مش حرامي، انا حرامي في كليه الحقوق. ايه؟ اسف، انا طالب في كليه الحقوق، جيت هنا في اجازه صيف عشان اشتغل وارجع بعربيه، لكن الحظ خاني. انت هتحكي لي تاريخ حياتك؟ اوعى خليني اكلم البوليس. يا هانم ابوس ايدك. انا اتلطمت في كل الشوارع، نمت على كل الارصفه والجناين، كل ده واستحملته، الا الجوع ما قدرتش عليه. ما انت عارف الجوع كافر. وما رجعتش مصر ليه بدل ما تشتغل حرامي؟ ابوس ايدك، وجبت من التذكره منين؟ انا حالتي بؤس خالص، حضرتك ممكن تساعديني وتحليلي مشكلتي وتاكليني. نعم. يمكن المره الجايه اللي قفشني ما يكونش ملاك زيك واصعب عليه ويسامحني. ده انا زي اخوك. انا ماليش اخوات. زي بعضه. مش يمكن ربنا بعتك ليا علشان اتوب على ايديكي وتخلقي مني انسان جديد؟ صح، أنا ممكن أخلق منك إنسان تاني، لكن سوري أنا ما عنديش وقت، اتفضل اطلع بره. حاضر. استنى. خد عشان تتعشى. طيب هو الفطار؟ خد. الله يسترك يا شاب. استنى. عشان تحلي. الله يكرمك يا شاب. الحمد لله. وسرق حاجة من مجوهراتك؟ الحمد لله انه ما شافهاش. طمنتيني. اصل الحرميه هنا كتير ومش لازم اسيبك ولا ثانيه لوحدك. صحيح يا رؤوف. احنا نعرف بعض بقالنا قد ايه؟ اسبوع تقريبا. وتصدقيني لو اقول لك ان متهيألي اني اعرفك من سنين. وانا كمان يا رؤوف. مش عارف هعمل ايه لو الايام فرقتنا. وتفكر في اليوم ده ليه؟ خلينا نعيش اللحظه اللي احنا فيها. عندك حق. أو نقعد هنا؟ هناك. ناديه أنا بحبك. وأنا كمان. تيجي نتجوز؟ وكان على عمك نبعته تلغراف. عمه مش هيوافق. ليه؟ عشان عاوز يجوزني طارق. وطارق ده يبقى لك إيه؟ شريك عمه وأنا بكرهه موت يا رؤوف. يبقى خلاص نتجوز ونحط عبك قدام الأمر الواقع. ازاي يا رؤوف؟ من غير ما اخد رأي عمه. نادية، الواحد بيقابل الحب مرة واحدة في حياته. رؤوف يا حبيبي، أنت ما تعرفش كلامك قد إيه بيساعدني، بس. لا بس ولا حاجة. إحنا نتجوز هنا في القنصلية ونبعت تلغراف لعمك نقول له إن إحنا اتجوزنا وخلاص. Thank you.
هتروحي تبعتي التلغراف لعمك؟ كويس انك فكرتني نادية. بحبك. وانا كمان. انا مش شرفتني. الجواب ده سامر عقوق بين حضرتك. جواب ايه؟ والله ما اعرفش. هو قال لي قبل المركب يمشي يسيب الدول العربيه. عزيزتي الجميله المغروره الطائشه، بنت غنيه زيك ما يصحش ابدا انها تسافر لوحدها من غير ما تكون في حمايه اهلها، لانك فريسه سهله جدا لاي واحد زيي بيعيش على فلوس الناس. انا خدت الشنطه اللي فيها المجوهرات والفلوس، وطبعا دي حاجه تافهه جدا بالنسبه لك لكن مهمه جدا بالنسبه لي. بالمناسبه عقد الجواز اللي بيننا باطل لان بطاقتي شخصيه مزوره. تعيشي وتاخدي غيرها ورحله سعيده. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. عمي العزيز، احببت شابا وتزوجته، وانا عارفه انك هتحبه زي انا ما حبيته. ساصل الى الاسكندريه الثلاثاء على الباخره سوريا مع حبي واشوائي ناديه. مش ممكن مش معقول ده يحصل. اهو غصب. طب والعمل؟ هو لسه فيه عمل؟ دي اتجوزت. لكن ليه ناديه تعمل كده؟ طول عمرنا بنتخانق ونرجع نتصالح تاني. ترمي الدبله في وشي وترجع تلبسها تاني. اهو المره دي بقى لا في دبله ولا جواز، والدبله لبسها واحد غيرك. يا ما نبهتك يا ما نصحتك وقلت لك ناديه ما تجيش بالليل. اودي وشي فين من الناس دلوقتي؟ هتوديه فين؟ سيبه زي ما هو. اللي مجنني انها ما قالتش في التلغراف مين اللي اتجوزته. مصري، جريجي، فرنساوي، تركي. تفرق ايه يعني؟ اهي اتجوزت وخلاص. أرجوك تسامحني يا عم، الانتحار هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من الفضيحة. أنا مش عارفة إزاي هواجه الناس، هقول لهم إيه لما يسألوني عن جوزي؟ عم أنا عارفة إنك هتقدر موقفي وتسامحني. وداعا يا عم، مع حبي وأشواقي. شوف المركب دي ولا ايه؟ ايه ده؟ انت؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ خدت بنصيحتك وراجع مصر. طيب بتعيطي ليه؟ مالكش دعوه. معاك مسدس؟ مسدس؟ انت مش حرامي؟ وبعدين بقى هو وضح السكمار. يبقى معاك مسدس.
طبعا معايا. اديهولي. ليه؟ هنتحر. نعم يا اختي؟ هنتحر. طب ليه؟ انا حره مالكش دعوه بيا، هو ما هتمنعني، انت فاهم؟ مش همنعك ولا حاجه، بس ما تروحي تنتحري بعيد عني. اشمعنى الحته اللي بنام فيها دي؟ ما البحر واسع قدامك اهو. عندك حق، انا اذنك. الله، ده بجد؟ قول اسمعي. الله، تعالي هنا. لو هتسيبني. هتسيبني. انزلي. انت مش قلت لي البحر قدامك؟ البحر قدامك يقول لي ايه؟ تعالي هنا. مالكش دعوه بيا. اسمعي. هتسيبني. الله الله الله، هما لحقوا يتخانقوا ولسه في شهر العسل. باين على عريس شرس قوي. ايه ده؟ انا فين؟ في البحر وهياكلوك الحيتان. انت؟ ايوه انا. اه يا مجرم، ايه اللي خلاك تحشني؟ عشان مجنونه. حد يعمل في نفسه كده؟ واحده حلوه زيك وغنيه زيك تنتحر ليه في يوم جوازها؟ وانت مالك يا بارد؟ اه صحيح، انا مالي يا بارد، لكن جوزك بسلامته كان فين في العمليه دي كلها؟ لا زفت، حرامي زيك. حلو، يعني زميل مهنه يعني. وسرق من سيادتك ايه؟ سرق مجوهراتي وفلوسي وكل حاجه. ايه؟ يبقى حرامي خايب قوي. خايب؟ طبعا. ياخد مجوهرات ب 10,000 جنيه ويبقى خايب؟ طبعا. يا سلام. لانه كان ممكن يسرقك انت. ميرسي. العفو. صدقيني مفيش راجل في الدنيا يستاهل دموعك دي. انا عارف، من فضلك سيبني لوحدي. على شرط توعديني انك ما ترجعيش تاني لعملتك المهببه دي. انت مين انت عشان اوعدك؟ مش مهم انا مين، انما الشهامه والرجوله تمنعني ان اسيب واحده زيك وانت في حاله زي دي. امشي اطلع بره بره، لان ده البوليس. صحيح. طيب في الزمان ده ملوش نصيب. حاضر، خارج. بس عموما لو احتجتي لاي حاجه منك انت. ايوه مني انا. مش اطلع بره. حاضر، هتلاقيني مستخبي فوق عند المركب المتعلقه اللي فوق دي. طب اتفضل اطلع بره. حاضر. انت عايز ايه؟ هتسيبي اول مركب على اليمين، الثانيه، الثالثه، هتلاقيني من اطلع يا مؤاخذة، ألف مبروك. متشكرة. بلاغ من الطائم إن حضرتك عروسة وجارة العادة، إن إحنا بنعمل حفلة لعرسك ودي وأنت عروستنا اللي فاتت. متشكرة قوي، بس مفيش داعي أبدا للتكاليف دي كلها. هي دي مفيهاش اعتذار. استنيك أنت وعريسك إن شاء الله الساعة 8 على 10. حاضر. متشكرين جدا. نعم. انا هنتحر وياك تحاول تمنعني، انت فاهم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ايه؟ مش. الله 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 الله، يا خبر، ايه الحكايه يا حسن؟ يا عبيط، في ستات كده ما يجوش الا بالدار. اسمع بقى، انا مش فاضيلك. المره الجايه لو فكرت في الانتحار انا اللي هرميكي في البحر بنفسي، وهخلي سمك يعمل عليك حفله. لا حول ولا قوة الا بالله. وبعدين بقى؟ سد سد. حقي عليا. قولي لي، أنت ليه مصممة تموتي نفسك؟ مش يمكن أقدر أساعدك؟ محدش في الدنيا خالص يقدر يساعدني. مين عارف؟ يوضع سره في أضعف خلقه. قومي اغسلي وشك وتعالى اعزمك على كوبايه ليمون على حسابك علشان تروقي دمك. انا اقبل عزومه مع واحد حرامي زيك؟ احنا هنلعبك في الحراميه؟ مالهم؟ مش بني ادمين زيك؟ تثبت في وشك. وايه اللي خلاكي تتجوزيه؟ حبيت اثبت لعم ان انا اقدر اتحمل مسؤوليه واختار الراجل اللي هيكون شريك حياتي. تقومي تتجوزي واحد ما تعرفيش عنه اي حاجه؟ كان باين عليه ابن ناس. عينيه حلوه وكلامه رقيق وطيب. ده مش كفاية عشان تتجوزيه، لازم في سبب تاني. أيوه، كنت عايزة أخلص من طارق. مين طارق ده كمان؟ شريك عمه.
بيحبني ومصر يتجوزني. انت عايزه تعرفي رايي؟ يا ريت. انت تستاهلي اكتر من كده عشان بنت دلوعه وميعه وقللت التربيه. عايزه تدي اوامر والكل يقول لك حاضر، وده ليه؟ عشان معاكي قرشين. انت ازاي تكلمني بالشكل ده؟ دي الحقيقه، لكن الحق مش عليكي، الحق على رباكي. لو كان عمك قطم رقبتك من صغرك ما كانش حاجه من دي حصلت. انت قليل الادب، بدل ما تديني درس شوف لي حل. حل؟ ايوه حل. فعلمون. ايه؟ شوف يا ستي، اعملي عيانه واعتذر عن العزومة. اسفه قوي، انا ما تعودتش الكذب. خلاص قولي لهم جوزك اتجنن ورمى نفسه في البحر منك ومن عمايلك. يظهر انك انت اللي مجنون وما تعرفش تحل مشكله. سيبني في حالي، مش عايز اشوف وشك تاني خالص. ماشي، بس ارجوكي ما تحاوليش تنتحري تاني، لان هزعل قوي لو موتي نفسك. سلام عليكم. سلام عليكم. تعال هنا، انت سيبني ورايح على فين؟ يعني عايز اعمل لك ايه؟ اخلق لك عريس من تحت الارض. سلام عليكم. عريس من تحت الارض؟ اسمع اسمع، انت انت اسمك ايه؟ حمدي سليمان، الشهير بحمدي سليمان. اسم بايخ لكن زي بعضه. زي بعضه؟ انت قلت ايه دلوقتي؟ قلت لك سلام عليكم. ايه على مخك التخين. اسمع بس، انت مش قلت لي دلوقتي اخلاق لك عريس من تحت الارض؟ انت مدهش، انت حرامي صحيح بس عبقري. وانت مجنونه لكن عظيمه. اسمع، تحب تكسب 100 جنيه؟ بالذمه ده سؤال؟ يبقى تخرس خالص وتسمعني للاخر. انت هتخلصني من المصيبه اللي انا واقعه فيها دي. انت هتعمل جوزي. نعم يا اختي. ايه هتمثل يعني؟ عمرك ما مثلت في حياتك؟ هتمثل انك جوزي، هتنزل معايا الحفله ونتعشى وخلاص. انت فاهمه معنى الكلام اللي بتقوليه ده ايه؟ تتعشي مع واحد حرامي؟ اسمع بس، انت مش قلت لي انقذيني يا استهانم؟ عايزه اتوب على ايديك يا استهانم. اهو ربنا بعتني ليك عشان اهديك. انا هديك فلوس كتير قوي عشان تتوب وتبتدي حياتك من جديد. قلت ايه؟ لا 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 مستحيل. شوف بقى، لو ما نفذتش اللي قلت لك عليه انا هصرخ وهوديك في 60 داهيه، انت فاهم؟ الجاكيت ضيقه قوي كاتمه نفسي، والبنطلون لو كلت لقمه هيطق. استحمل، مش هتقبض 100 جنيه؟ اه صحيح، ما قلتليش انت اسمك ايه؟ ناديه الشربتلي. اسم بايخ قوي لكن زي بعضه. يلا. شكرا شكرا لكم يا استاذ. شكرا شكرا قوي قوي قوي. متشكرين يا فندم، الله يبارك فيك. الله يبارك، الله يبارك فيك. متشكرين جدا. مبروك يا فندم جدا، الله يبارك فيك. اتفضل اتفضل يا فندم. كفاية، أنا عايز فراخ لو سمحت. إيه ده؟ حاضر يا فندم. إيه اللي بتقوله ده؟ جعان. هو إحنا بناكل فراخ كل يوم؟ في صحة العروسين. صحتكم. صحة صحة. شكرا. بصحة حبنا. اسود. ايه؟ ايه اللي بتهببه ده؟ حد يشرب الشوربه كده؟ عيب. حاضر. انما قولي لي، انت دايما تعاملي الناس بالطريقه دي؟ طبعا. ده انا فسخت خطوبتي من طارق عشان كان لابس كرافطه مش لايقه على البدله. نعم يا اختي. مبسوطة مني؟ ربنا يستر للآخر. اطمني، أصل أنا مدعيالي حفلة رقص، عشاء فاخر، عروسة زي القمر. احترم نفسك أحسن لك. إيه؟ مش جوزك؟ من حقي. ده مش من ضمن الاتفاق. يا عبيطة، علشان نحبك التمثيلية. أرقص أرقص وبلاش قلة أدب. إنما قول لي، مين اللي علمك الرقص؟ متطلبات المهنة. الحرامي المتطور لازم يعرف يرقص ويكون لبق ومتحدث وله جاذبية. على فكرة نصيحة،
خافي على نفسك مني. الظاهر انك واخد في نفسك ألم. لسوء حظك سوري، بحب واحدة غيرك ولا يمكن أتخلى عنها لو سرقولي البنك الأهلي. غلبانة، أكيد سوء حظها هو اللي وقعها فيك. إيه ده؟ أنت حاطط في جيبك مسدس؟ لا أبدا. أمال إيه ده؟ لا شوية شوك وسكتين علقتهم على الترابيزة. يا نهار أسود، لازم نمشي فورا. أشهد أشهد. إيه امشي. المطرين شكرا. ميرسي قوي. اتفضلي يا روحي. ميرسي. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مبروك. الله يبارك فيك. شكرا. مع السلامة. بس الدور حلو والعالم انبسطت وسقفت. ايدك بقى على ال 100 جنيه. وطي صوتك، الناس تقول علينا ايه بس؟ انا مالي ومال الناس؟ ابن بالفلوس. وانا هجيب لك فلوس منين دلوقتي؟ مش قلت لك جوزي سرق فلوسي ومجوهراتي؟ يعني ايه؟ بومبا؟ يعني ايه بومبا دي؟ يعني بومبا كناكو. لا انا ما اتكلش على ولطه ابدا، ابن بالفلوس. وانا هجيب لك فلوس منين دلوقتي؟ خلاص اوعدك اول ما ننزل مصر هديهم لك. احنا في مهنتنا دي الدفع فورا. جيبي. ايه؟ الخاتم ده يسد. انت مجنون، ده ب 1000 جنيه. يبقى لك عندي 900. يا حمدي بيه، حمدي بيه، حمدي بيه. بيه كل بعالي حلاوه بقى. انت مش قلت انك شهم؟ وجدع قوي قوي قوي. خلاص تمم، جيبي لك للاخر ومثل الدور لحد ما نوصل مصر. تكونيش عايزاني اعملها قدام عمك كمان؟ يا ريت، عشان طارق ما يشمتش فيا. وانا هستفيد ايه من ده كله؟ اختي حبيبتي. انسانيه منك. ما تلزمنيش. هديك 1000 جنيه. استحمل قلة أدبك وطولة لسانك بألف جنيه؟ 2000. الجواز ده فال وحش وبصراحة أنا بتشائم منه. 3. دي جوازة أكتر من مؤبد. 4. 5000 جنيه. ما ينقصوش مليم. موافقة طبعا. أنت هتدفع حاجة؟ عنوتة هيحصلوا ال 100 جنيه. وحياة عم هديهم لك أول ما ننزل مصر. خلاص. وحياة عمك دي أصرفها منين؟ اكتبي شيك. سوري قوي، ما معيش شيكات. تكتبي ورقة. إزاي يعني؟ اكتبي أتعهد أنا الموقعة أدناه نادية شربتلي بدفع مبلغ وقدره 5000 جنيه للسيد الأستاذ المحترم حمدي سليمان الشهير بحمدي سليمان في موعد أقصاه شهرين. كويس؟ كويس. وذلك نظير تمثيل دور زوجي بناء على تكليف مني بذلك. ضروري حكايه التكليف دي؟ طبعا. مش جاي ترجعي وتقولي اني كنت بهددك؟ ما انت ليكي سوابق. كملي. حاضر. وهذا اقرار مني بذلك. امضي يلا. امضي امضي. اهلا يا نادي. ازيك يا نادي؟ ازيك يا عم، وحشتني قوي. اقدم لك حمدي جوزي. اهلا يا عمو. انا سعيد جدا اني طلبت بحضرتك. ما تصورش نادي كلمتني عنك قد ايه. مش برضه يا اولاد كان واجب تاخده موافقتي الاول؟ ظروف يا عم، ظروف. حاكم الجواز ده زي القضاء. عن اذنك يا عم. اتفضل. يا بنتي الايه؟ ايه الهز ده كله اللي انت عايشه فيه؟ ده انت خمتيني بال 5000 جنيه. دي العمليه تستاهل اكتر من كده بكتير. احنا اتفقنا وخلاص. ايه ده؟ انت هتعمل ايه؟ تعبان من السفر، عايز استحمى. طب بسرعة.
أهلا نادي. وحشتني قوي يا عم. أهلا يا نادي. ما قلتليش يا عم. إيه رأيك بقى في حمدي؟ باين عليه ابن حلال وطيب. بس كان واجب يا نادية برضه تشوريني قبل ما تتجوزه. كان لازم أعرف بيشتغل إيه من عيلة مين. ده من عيلة كبيرة قوي يا عم. من عيلة حمدي سليمان. وبعدين أنا حبيته وهو حبني. وديني قلت لك كل حاجة أهو. أنت قلتي حاجة يا نادي عشان أعرف حاجة. بذمتك يا عم مش حبيته ودمه خفيف. هو باين عليه طيب. بيشتغل إيه؟ بيشتغل ايه؟ بيشتغل شغلانه كبيره قوي بيلقط رزقه. اه بيلقط رزقه؟ دي شغلانه جديده ولا ايه؟ لا زي اي شغلانه يعني بيعمل صفقات اقل صفقه بياخد فيها 5000 جنيه يا عم. طب قولي لي فهميني بس قابلتوا بعض ازاي وحبيتوا بعض ازاي؟ ما اعرفش انا اول ما شفته سرق قلبي على طول. اسبوع واحد يسرق قلبك تحبيه ويحبك وتلبسه الدبل وتكتبه الكتاب ويتم الجواز. يا عم احنا في عصر السرعه. طب قولي لي. نعم. ما فكرتيش في طارق؟ انت عارف ان انا ما بحبوش. ايوه بس انت عارفه يا نادي ده دراعي اليمين في الشغل. ويعني عشان دراعك اليمين يا عم تهدم مستقبلي وحياتي؟ لا يا نادي مستقبلك عندي بالدنيا كلها. يا حبيبي يا عمو ربنا يخليك ليا. سيبك بقى تكمل قهوتك واطلع انا لجوزي. طيب يا نادي. نادية. نعم. أنا عامل حفلة بكرة بمناسبة جوازك. ولزومها إيه الحفلة دي؟ عشان أفرح بيك يا نادية. وهي فرصة جوزك يتعرف بأصحابك. ميرسي يا عم. اضحك وكشر ليه؟ الجزمة ضيقة قوي. توطي صوتك. ألو نادية. أهلا ميمي. إزاي؟ إزاي جميل؟ أقدم لك حمدي جوزي. أهلا. ميمي صاحبتي. اتشرفت. آخر حلاوة. هو إيه اللي آخر حلاوة؟ البروش اللي انت لابساه ده جماله ضايع جنب جمالك. ده بس من لطفك. مبروك يا ناديه عرفتي تنقي صحيح. ميرسي يا روحي. عن اذنك. اتفضل. عن اذنك يا فندم. اتفضل. ايه اللي بتهببه ده؟ ايه بجامل صحابك. غلطت في حاجه؟ انت تبعد عنها خالص ومالكش دعوه بحاجه خالص. انت فاهم؟ انت هتتدخلي في حياتي الشخصيه كمان؟ حياتك الشخصيه دي ملكي انا حسب الاتفاق. انت ناسي؟ يا سلام. اهلا نبيه. اهلا. الف مبروك. ميرسي. اقدم لك حمدي جوزي طارق عبد الغني شريك عمي. الف مبروك. الله يبارك فيك. الحقيقه جوازكم كان مفاجاه لينا كلنا. انت عايز الجد؟ وكان مفاجاه ليا انا كمان. احنا يا دوب اتقابلنا لقيت نفسي مده اتجوزتها على طول. عظيم. اهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. تعالى يا روح. يا حبيبي. علي سلوكك. طبعا. حمدي تعالوا معرفك باصحابك. اوكي انا اذنك. طيب يا روحي. اكسكيوز مي يعني انا اذنك بالانجليزي. اتفضل يا باشا. كده يا ناديه تعمليها فيا؟ انا لما سمعت الخبر جالي حاله جنون. دي حاجات بتحصل خليك سبور. عندك حق. طمنيني. سعيده معاه؟ قوي قوي يا طارق. ما تتصورش قد ايه. على الله ما يجيش يوم وتندمج. لا اطمن ما تخافش. عن اذنك. اتفضل. ميمي. ها؟ ترقصي؟ اه طبعا. مش كان المفروض تبقى رقصتي؟ اصلي رقصت كتير قوي قبل ما تيجي. واول ما شفنا بعض حبينا بعض. هو لسه في حب في الأيام دي؟ طبعا. هو الإنسان ممكن يعيش من غير حب؟ لازم الواحد يحب حد. أنا مثلا بحب الحاجات الحلوة. وأنت؟ أنا بعد ما مات جوزي بقت حياتي كلها ملل. قلت ما أقدرش أعيش بالطريقة دي. لازم أحب حاجة. والرجالة مالهمش أمان. قلت أحب الحياة. فلسفة. فلسفة معقولة قوي 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 حقيقي. مش كده. عن إذنك. اسمح
تسمحيني اخد جوزي منك؟ قوي قوي اتفضلي يا حبيبتي. تعرفي انه لطيف قوي. اشوفك بعدين يا حمدي. اوكي. شو قلت لك تبعد عن الست دي خالص؟ البروشر اللي لابساه مجنني. اسمع يا حمدي، ارجوك بلاش فضايح. هو في حد هياخد باله؟ ما تسيبيني لقط رزقي. انت تفضل هنا ما تتنقلش. ربنا يعدي اليوم ده على خير. انا اذنك. ما تسيبنيش. هشرب حاجه ساقعه. اهلا لمي. اهلا. اتفضلي. طمني كله تمام؟ تمام التمام. في حد معاكي؟ لوحدي. طب فتح عينيك كويس. عرفتي مين طارق؟ اللي واقف هناك مع الشربات اللي بيه. خلاص شوفي شغلك. مين دي؟ دي ملقاط زميلتي في العصابة. يا نهار اسود ومنيل، وبتشتغل في عصابة كمان؟ وبتتفقوا على ايه؟ مش شغلك. خليها تمشي فوق، انا اللي همشيها. انا بقى مش شغال وهدومك حلوة. يعني ايه؟ دي دراع اليمين، ما اقدرش استغنى عنها ابدا. توصل بيك الجرأة يا حبيبي انك تجيبها لغاية هنا؟ امال يعني اوديها فين؟ ارميها للكلاب؟ لا ابدا ابدا يا حبيبي. بقول ايه؟ أيوة. مش الرقصة تبتدي دلوقتي؟ يا ريت. احسن برضه يا عم. احسن يا عم. ايه رايك بقى؟ مبسوطه مني؟ يوم وعد على خير. ايه اللي بتعمله ده؟ هريح شويه. انت تروح تنام هناك في الحمام. انام في الحمام؟ ليه بقى؟ هي الفلوس اللي هاخدها منك هتعالج بيها؟ يفتح الله. بلاش دوشه. انا انام في الحمام. ايه؟ الو ميمي؟ خير يا حبيبتي؟ اسفه يا نادي اني بكلمك في ساعه زي دي. اصل اول ما روحت اكتشفت انه بروش اللي كنت لابساه مش عليا. ايه؟ مش ممكن. بتقولي ايه؟ انت متاكده؟ يمكن وقع منك هنا ولا هنا. على العموم ما تقلقيش، لو لقيته هجيبهولك. باي باي يا ميمي.
عنه. ما تتعبيش نفسك، مش هتلاقيه. هات البروش احسن لك. في الحقيقة مش معايا. انت هتجيب البروش ولا زعق وانده لعم وقول له على كل حاجة. ما تندهي لعمك، هو هيعمل لي ايه؟ يعني مش همك. لا مش همك. طيب يا عمو يا عمو يا عمو، انا هوريك عمو. في ايه؟ ماله عندي؟ اقول له؟ قولي له. يبقى جحتك. اقول له؟ قولي له. يا عمو ده رأيي يا ولاد. انت مزعل مراتك ولا ايه؟ هو مزعلني وبس يا عمو، ده مجنني يا عمو. حد يزعل مراته في شهر العسل؟ عندك حق يا عمو. حقك عليا يا ستي. ادي راسك اهي، ابوسك. اوعى. لا يا ناديه بقى، مالكيش حق بقى. الراجل بيصالحك تقوم تعملي فيه كده؟ امال ما كنتوش اتجوزتوا عن حب، كنتوا عملتوا ايه؟ فهمها يا عمو، ما عندكش فكره، راسها ناشفه نشوفيه غريبه. انت هتقول لي؟ يلا يا ناديه. يلا. يلا صالحوا بقى يا اولاد، يلا. يلا. تصبحوا على خير. وانت من اهله يا باشا. اوعى. يعني ما قلتش حاجه لعمك. حمدي. أرجوك بلاش فضايح، إن ما كانش عشان خاطري، عشان خاطر عمي يا أخي. هات البروش. مش معايا. أمال مع مين؟ مع عم القاضي. اسمع يا حمدي، إديني البروش وأنا هديك تمنه. كده؟ اتفقنا. بكرة يكون عندك. متشكرة. تصبح على خير يا جميل. تعالى هنا، أنت رايح فين؟ هنام. أنت هتنام في البانيو جوه في الحمام. البانيو؟ ادخل. آخد زكام. إياك تخرج من هنا. عايز إيه؟ تصبح على خير يا قمر. تصبح في السجن يا رب. أنا وأنت والسامعين يا رب. ألو نادية. صباح الخير يا حبيبتي. مش عارفة أشكرك إزاي على بروش. ما تتصوريش فرحت قد إيه لما حمدي جابهولي. أه موجود جنبي أهو. حاضر. حمدي. أه. الو ايوه يا ناديه. بتعمل ايه عندك يا نصاب يا حرامي قليل الادب؟ جيت ارجع البروش يا روحي. ما تبقاش جبان وقول انك رايح لميمي. انا كده برضه وحشاني، وحشتيني موت. بقولك ايه، طبخت لنا ايه على الغدا؟ اسمع بلاش كتر كلام، قدامك خمس دقايق، لو ما رجعتش البيت انا هروح اجيب لك البوليس، انت فاهم؟ انت ما عندكيش غير الكلمه دي على لسانك. طب يا روحي جاي حالا. ميمي. ها؟ انا مضطر امشي دلوقتي. طب مش لما تشرب القهوه؟ معلش فرصه تانية. على راحتك. انت هتروح البلاج النهارده ان شاء الله. طب يبقى نتقابل هناك. ميرسي قوي يا حمدي على البروش. لا ابدا، ده انا مضطر، قصدي ده واجب. مع السلامه. الله يسلمك. تماما. شوف لما اقول لك. ايوه انت تتلم احسن لك. أيوة. انا مش لعبه في ايديك. وانا عملت ايه بس؟ انا بعد ما لقيت البروش ضميري انبني، وانا وعدتك ان اكون محترم، رحت سلمولها. يا سلام. اه تقوم تروح لها البيت. انت ناسي يا استاذ انت انك جوزي لازم تحافظ على كرامتي؟ اه صحيح. اوعى كده سيبني قدام الناس بس. طب وانا اعمل ايه بقى؟ ما اقدرش اشوف حاجه حلوه ما لقطهاش. يا نهار اسود، ما تقدرش تعيش شريف مره واحده في حياتك؟ يا روح قلبي السرقه دي في دمي، في دمي. خلاص مفيش غير اني اخدك في حته بعيد عن الناس عشان ما تفضحنيش. حلو، ده شيء ظريف جدا، وانا معاك في الاقتراح ده. طب ما تشوف لنا حاجه كده تحت الحساب. الفلوس دي مش هتاخدها لما يجوا يعزوني فيك. تعرفي ان اللون الاسود هيليق عليكي قوي. ومين قال لك اني هلبس اسود؟ ده انا يوميها لو طلت هفرق شربات وهلبس اشيك فستان سواريه عندي. عيبك انك عشريه. اوعى تلبس ابني. الله بلا يا ولاد، انتوا برضه بتتخانقوا. تصور يا عمو عايز ياخدني في حته بعيد عن الناس. من حقه يا نادي، انتوا لسه في شهر العسل. قول لها يا عمو. من حقه ينفرد بيكي. قول لها يا عمو. ايوه بس انا مش موافقه. ازاي بس يا ناديه، ده جوزك. قول لها يا عمو، فهمها ان ده من حقي. كلام مظبوط يا ناديه. يبقى خلاص تيجي معانا يا عمو. اجي معاكو؟ طب انا هاجي اعمل ايه؟ انتوا في شهر العسل، لزومي انا ايه؟ عشان لما نتخانق تصالحنا. ونزومه ايه بس الخناقه يا ناديه؟ سامع يا روح قلبي، لزومه ايه الخناقه بس؟ العرسان الجداد تملي كده يا عمو. قلت ايه يا عمو؟ هنروح نقضي كام يوم في العجم عشان خاطري. طب والشغل؟ في ايه يعني لما تاخد يومين اجازه يا عمو؟ مش حكايه، ما انت طول عمرك بتشتغل. يا ستي ما تسيب الراجل في حاله وفي شغله، احنا مالنا
مال الشغل؟ ايه يا عم، قلت ايه يا عم والنبي؟ هاجي معاك وامري لله. حبيبي يا عم. ظهر انشدك على كده يا عصام. جدا. انا ابتديت من على الرصيف. وايه اللي ساكنك العلالي بقى؟ اقول لك، انا اشتغلت عتال في المينا انا واخويا حمزه ابو ناديه. شقينا وتعبنا وعملنا قرشين، نعمل بيهم ايه؟ نعمل بيهم ايه؟ استوردنا 1500 راس غنم من استراليا. كويس كويس قوي. الغنم جت على ظهر المركب، الجو كان ظريف، سابوا على بعضهم وهيصهم، استلمناهم هم وعيالهم 2500 راس. طبعا اتنغنغت انت واخوك بقى. لا، اخويا ملحقش لانه كان مات الله يرحمه وساب لي ناديه. اه، عشان كده مدلعها. لا، ما هو المال مال ابوها برضه. واشتغلت في حكايه الغنم دي كتير؟ لا، سبتها بعد كده وفتحت مكتب استيراد وتصدير. احسن احسن، استيراد وتصدير بيكسب اليومين دول كويس قوي. كش وزير. صباح الخير. اهلا اهلا يا طارق، تعال اقعد اتفرج شو بعمل فيه ايه. لا معلش انا مش فاضي، لكن انا عايزك في كلمتين. جاهز انت الشطرنج على ما جيلك. خير؟ البضاعة وصلت. خلصت عليها؟ طالبين الدبل. أما هما إيه حكايتهم دول؟ كل شوية يطلبوا زيادة؟ إيه ما بيشبعوش؟ معلش، أنا من رأيي إن إحنا نخلص عليها، لأن أنا سامع إن الجمارك هتزيد. خلاص، اتشعلوهم أمرين لله. أنا نازلة البحر يا عمي، مش هتنزل؟ أنا هنزل معاك. تعالى هنا. اسمعها فين؟ أنت تقعد لازم أخنبك. تعالى. أنا بقول إيه؟ أمشي أنا بقى عشان أخلص على البضاعة. وأنا أكون خلصت عليها أنا كمان. ظاهر ان طارق ده شايف شغل كويس. فهلاوي ومدردح جدا وفاهم السوق كويس. حاكم السوق اللي من دول عاوز مفتح، وبيني وبينك لولا طارق ده ما كنتش وصلت للمستوى ده. العب. انت ليه بتهرب مني؟ وههرب منك ليه؟ اول ما بتشوفيني وشك بتغير واجي اكلمك تسيبين وتمشي. ناديه مهما كان احنا الاثنين كنا بنحب بعض و طارق، الموضوع ده اتكلمنا فيه قبل كده وقفلناه خلاص. مريم، انا لسه بحبك. أرجوك، أنا ست متجوزة وبحب جوزي وجوزي بيحبني، وما عنديش استعداد أسمع كلام تاني. تعملي لي مفتاح دبل من ده وتجيبوه لي هنا بالليل الساعة 10، تكون الرجل خفت شوية. اعتبر ان المفتاح في جيبك. قول لي بقى، وصلت لحد فين معاهم؟ نادية. طارق، ايه اللي جابك تاني؟ اصل شفت جوزك المحترم مع البنت اللي كان عازمها يوم الحفلة. حضرتك بتشتغل جاسوس الايام دي ولا ايه؟ لا ابدا، انا خايف عليك. أنا مش صغيرة يا طارق. نادي، أنا مش عارف إيه اللي خلاكي تورطتي في الجواز دي. أنا كان رأيي. خلي رأيك لنفسك، عن إذنك. عمي، فين حمدي؟ زنقني الوزير في خانة الياك وقال لي راح ألقط رزقي. يا نهار أسود، يلقط رزقه؟ اه. المرة دي مش هسكت لو قابلتها تاني وهبلغ البوليس.
هي مين بس؟ بتستعبط؟ الملاط بتاعك، انا هبلغ البوليس وهوديكوا في 60 ده. ليه كده بس؟ صحابك واتفقنا مالناش دعوه بيهم، سيبينا بقى نلقط رزقنا. هو انت لا ترحمي ولا تخلي رحمه ربنا تنزل؟ انا عايز افهم حاجه واحده، انت بتسرق ليه؟ فلوس وهتاخد 5000 جنيه، عايز ايه تاني؟ المساله مش مساله فلوس، مساله هوايه، مزاج. الواحد منا لو قعد بطال من غير شغل ايده تتقل. يا سلام. بقول لك ايه، ما تيجي تشتغلي معانا واهو الجو يا حلو ويبقى زيتنا في ايدينا. ايه؟ هادية هادية. مين جاب دي؟ مين دي بقى؟ اهلا اهلا بيك. اهلا 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 ازيك يا نادية؟ وحشتني. اهلا يا ميمي. اهلا. ازيك؟ الحمد لله. ازيك يا ميمي؟ ازيك انت؟ دورت عليكم في كل حتة، كنت متأكدة انكم في العجل. احنا قلنا نهرب من اسكندرية ونكمل شهر العسل هنا. طبعا. يا بختكم. خير يا ميمي؟ الله، انت ناسية انه الليلة دي عيد ميلادي؟ ازاي فاتت عليا دي؟ كل سنة وانت طيبة يا روحي. ميرسي يا حبيبتي. كل سنة وانت طيبة. ميرسي يا حبيبتي. وبالمناسبة دي أنا عاملة حفلة لميلادي عندي في الشاليه، وهنسهر للصبح. حلو قوي. مستنياكم. وعم تجوش؟ لا طبعا ضروري. باي باي. باي 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 حبيبي. لذيذ. قلت لي انت اللي قلت لها ان احنا هنا. انا ابدا وحياتك. اعمل حسابك لو اهنت كرامتي قدام الناس وغزلتها، انا هطربق الحفله على دماغك. يا ساتر. كفايه يا اصدقاء، انا ملاحظه انه ناديه زعلانه. ما تزعل، احنا بنعمل ايه؟ بنرقص. تعجبني، انا ما بحبش الرجاله اللي بيخافوا من ستاتهم. وانا كمان. الله. دي ايه يا ناديه؟ انت مش شايفه من اول الحفله ما ابتدت وحملي ما بطلش رقص بعدين؟ اظن من حقك انت كمان انك ترقصي. يلا نرقص. اتفضلي. افتكر من حقي ان ارقص مع مراتي شويه. اتفضل. شكرا يا باشا. انت مش شايفه انك زودتيها حبتين ولا انا غلطان؟ ليك عين تقول ان انا زودتها؟ قول الكلام ده لروحك. انا برقص. وانا برقص. بس انا بقى حذرتك قبل ما نيجي وقلت لك اياك تجرح كرامتي قدام الناس. ظهر بقى انك مش هتفوقي نفسك الا لما اجيلك علقه سخنه. طب جرب كده وشوف هيجرى لك ايه. ما تجرب. انت ايه حكايتك؟ اشمعنى بتغمز عندك وعندي انا لا؟ اصلا راجل مرزق. بصراحه يا ابني انا اللي مرزق. ناديه ما كانتش هتلاقي احسن منك. اشكرك على المجامله دي، بس انا ما استحقهاش. حضرتك ما تعرفنيش كويس. انا نظرتي ما تخيبش ابدا. طمني، مستريح مع ناديه ولا مجنناك زي ما كانت مجنناني؟ في الحقيقة يا عمي مجنناني. أصلا أنا دلعتها زيادة عن اللزوم، ونصيحة مني لازم تشكمها. في مثل صيني بيقول صبح مراتك بعلقة ومسيها بعلقة. أنت ما تعرفش ليه، بس هي عارفة ليه العلقة. الستات ما يجوش إلا بكده. أنت باين عليك كنت شقي قوي يا عمي. كنت مرزق، كنت لما أرمي السنارة تطلع لي كل سمكة وسمكة. ودلوقتي يا عمي خلينا في حكاية نادي. هعمل بنصيحتك وآخدها وننزل مصر علشان اشوف شغلي. تنزلوا مصر وتبعد عني؟ ما هو يا عمي شهر العسل قرب يخلص، ولازم اشوف مستقبلي.
مستقبلك. اسمع يا ولد، مستقبلك معايا هنا. هنا انت هتشتغل عندي في الشركه. بس انا ما بفهمش في الاستيراد والتصدير. وانا كنت انا اللي بفهم. تتعلم. بس انا ما اتعودتش ابقى موظف، وما احبش حد يديني اوامر بصراحه. ما حدش هيديك اوامر، انت اللي هتدي الاوامر. انت هتبقى المدير المسؤول عن كل حاجه في الشركه. برافو عليك يا حمدي، اهو ده الشغل. بس دلوقتي طارق لما هيعرف انك بقيت المدير هيخبي كل المستندات. علشان كده الهمه همتك. اسمعي، خدي تصوري كل المستندات اللي تقع في ايدك، بس باسرع ما يمكن، فاهمه؟ حاضر. يلا هعمل كل اللي في جهدي. مادموازيل اسمعي. افندم. تعملي ايه هنا؟ سكرتيرة حمدي بيه. حمدي بيه؟ المدير الجديد. تقدر تقولي مين اللي سمح لك انك تقعد هنا؟ الله، هو ما عندكش خبر ولا ايه؟ خبر عن ايه؟ عمي شربتلي بيه عيني المدير المسؤول عن الشركة. يعني انا اللي حدي الاوامر. اوامر؟ يعني انا اللي حمضي كل كبيرة وصغيرة. يعني اذا سمحت مفيش اوراق او مشاريع او اي اتفاقات تتم الا بعد موافقتي. بقى كده؟ ايوه. انا مش قادر افهم انت ازاي تعين الهلفوت ده مدير الشركة. ما تنساش ان الهلفوت ده يبقى جوز نادية. جوز نادية هنا؟ ايوه، انما في الشغل لا، مش جايز يكشفنا يودينا في داهية. حمضي بقى واحد من عيلة، ويهمنا ان احنا نفهمه الشغل. ده ابن سوق مفتح قوي وجايز ينفعنا، وجايز كمان يفهمنا ويودينا في داهيه. مالك يا طارق بتزعق ليه؟ طارق يا ستي زعلانك من عينتي حمدي مدير للشركه. مدير للشركه؟ ازاي يا عمو تعمل كده؟ الله، هو انا عندي حد غريب؟ مش جوزك يا ناديه؟ ها؟ ها جوزي، بس مش لدرجه انك تعينه في الشركه. الله، وفيها ايه؟ فيها انه ما بيفهمش في الاستيراد والتصدير. هنعلمه. حمدي عنده مواهب ومن حقي ان انا استفيد منها. ومش جايز يلبخ ويطير الشركه باللي فيها؟ لا يمكن، ده لعيب شطرنج مفيش منه. انا وظيفتي ما تخيبش ابدا. خلاص يا سيدي، كل المستندات اللي في المكتب صورتها، بس متهيألي ناقص حاجات كتيره. الباقي اهو، خدي حطيهم في الدوسيه ده وسلميهم لعم بسيوني. حاضر. اهلا ناديه. اسمع بقى، شغل الثلاث ورقات ده مش عليا انا، لحد هنا وبس. مش فاهم. ال 5000 جنيه اللي اتفقنا عليهم ايه؟ مش مكفيينك؟ عايز تلها في الشركه كلها؟ انا اقصى عليك يا ناديه، بتشك فيا للدرجه دي؟ اتفضل، ادي شيك بالمبلغ اللي اتفقنا عليه. تسمح تديني التعهد وتطلقني؟ اولا انا مش متجوزك علشان اطلقك، ثانيا الغاء الاتفاق لازم يكون بموافقه الطرفين، وانا مش موافق. مش موافق يعني ايه؟ يعني انا ما اقبلش احسان من حد. انا لازم انفذ الاتفاق لحد المده ما تخلص عشان احس اني تعبت في الفلوس. يعني بترفض؟ ايوه. انا هعرف اخليك ازاي تطلقني ان ما وريتك، ان ما فرقت عليك الناس. استنى عليا. الو، اكلم طارق لو سمحت. الو طارق، ازيك يا طارق؟ الو، اديني ميمي لو سمحتي. ايوه ميمي، ازيك يا روحي؟ وحشتني قوي قوي. وحشاني قوي 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 يا ميمي. نتغدى سوا انا وانت في نادي اليخت؟ نادي اليخت اوكي، ما عنديش مانع. اوكي حبيبي، هكون عندك حالا. اوكي يا روحي. باي باي. جاي فورا. باي يا روحي. باي باي يا ميمي. ها، وصلت لحد فين؟ تعرف يا طارق، كان عندك حق لما قلت لي ان حمدي مش ليا. انتوا لحقتوا، ده انتوا لسه في شهر العسل. مش طايق اعيش معاك. اطلبي الطلاق. مش هيوافق. خلاص بقى، نغص عليه عيشته لحد ما يطلقك. صح، ده اللي انا ناوي اعمله. الكازم ده بيمتاز بيه؟ عندهم
سندوتشات مسقعه عظيمه جدا، وبعدين مكرونه بالصلصه غير لحمه. حلو، لحمه. اتفضلي. الا دي ناديه هنا ويا طارق. ولا يهمك، اقعدي. تحب نروح نقعد في حته تانيه؟ لا، خلينا هنا احسن. بس ارجوك يا حمدي بلاش فضايح. ولا فضايح ولا حاجه، انا قررت اطلقها. ايه اللي جابه هنا؟ هو عارف ان احنا هنتغدى سوا؟ اذا ما كانش عارف هو عارف. اما ما عندوش دم ويا ريته جاي لوحده. اسمعي، الفرصه قدامنا والظروف كلها في صالحنا. ايه رايك ناجر لانش ونطلع البحر لوحدنا؟ لو عنده كرامه مش هيستحمل ويطلعك على طول. الفكره مش عجباني. ايه؟ خايفه منه؟ انا خايفه؟ اذا كنت بقول لك عايز اخلص منه تقول لي خايفه منه؟ عظيم، هقوم اجهز اللانش. عن اذنك بس هقول كلمتين لمراتي. بس ارجوك يا حمدي بلاش فضايح. لا مفيش. يا فندم. نعم. جاي اطمن عليكي. ارجع للهانم اللي معاك. عيب واحد محترم زي حضرتك يسيب واحده محترمه زي حضرتها قاعده لوحدها على الترابيزه. انا مطمن لها. بقول لك ايه؟ ما تيجي تقعدي انت وستاري بتاعك ده معانا وهطلب لكم شاي على حسابي. يلا. احنا طالعين نتفسح باللانش، عندك مانع؟ انت بتتحديني؟ ايوه. وانا قبلت التحدي. اه امشي. ميمة حبيبتي. ها. عن اذنك بس حضرة تليفون للمكتب. ده. وبقول لك ايه؟ اطلبي لي سكالوب وانت اطلبي ليمون. يلا. ثانية واحدة. اسمع يا عم سيد، عايزك تجهز اللانش وتحط لي فيه الخيمة ولوازمها وشوية معلبات كتيرة، يمكن الرحلة تطول. ربع ساعة كله ناقصنا بيه. اسفة يا نادية، اوعى تزعلي مني. ليه؟ اصل حمدي عزمني على الغدا وما قدرتش اعرف. لا ابدا يا حبيبتي، احنا سبور مفيش حاجه. يبقى صحيح اللي قاله لي حمدي انك هتسيبوا بعض. طب تزعلي مني لو خطفته منك؟ لا ابدا يا حبيبتي اتفضلي. يعني مش هتزعلي؟ مفيش زعل. ابدا هزعل ليه؟ ده هديه مني ليكي، اصل بصراحه اكتشفت اني بحب طارق قوي. يلا روح. يلا حبيبي عن اذنك يا مين. اتفضل. فكرك يا طارق الحركه دي هتنفع؟ هيتجنن ويطلع على طول. احسن. ها جاهز يا ريس؟ اليسطا اللانش يا بيه. اتفضلي. اتفضلي يا استاذ. لا لا مؤاخذه يا بيه، كان في حاجه كنت عايز اقول لك عليها. ايه خير؟ بالنسبه لعرض واحد بنطلب الموقف. ايه؟ احنا نجيب شويه جاز معانا عشان طارق. دقيقه واحده انا جاي. كان كنت عايز اقول لك ايه بخصوص. خلصنا عايز امشي. كنت عايز ادلقك في الحته اللي جايه. ايه 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 لا 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 لا. هو عالم كبير لازم تشوفه العين. ايه هو طارق فين يا ريس؟ استنى على الشهاب الله. استنى يا ريس، طارق فين؟ هستنى مين؟ طارق مش جاي، وانا اللي حليت محله وانت اللي هتفسحي معايا. يا نهارك اسود، ده انا هوديك في 60 داهية. داهية اتنين، اقعدي مطرحك. أي. وخلي نهارك يفوت على خير. انت اللي بتعمله ده معناه ايه؟ وانت تقدري تقولي لي كنت رايحه مع طارق بتاعك ده، تعملي ايه؟ وانت مالك انت؟ طبعا رايحه تتفسحي معاه. انت ناسي انك بقيتي مراتي يا هانم؟ ازاي تجيني كرامتي قدام الناس؟ انا بديك فلوس عشان كده. فاكره انك اشتريتيني بفلوسك؟ ايوه. اخلصي يا كلامين عشان تتعلمي الادب. امشي اقعدي هناك. قله ادب. اظنك كفايه كده. ممكن ترجعني؟ نو. وناوي تستمر في الهزار البايخ ده لحد امتى؟ شايفة الجزيرة اللي هناك دي؟ ده واخدك فيها هناك علشان نقضي شهر العسل اللي اتحرمنا منه. ده بعدك.
بصراحة أنا زهقت من دور الزوج اللي بمثله، وطلع في مخي أبقى زوج بحق وحقيقي. إيه رأيك بقى؟ الله، إيه اللي بتعمليه ده؟ أنا مش نازلة من هنا، أوعى تسيبني يا مجرم. مش نازلة من هنا، أوعى تسيبني يا مجرم. الحقوني الحقوني، سيبني يا مجرم، سيبني بقول لك، الحقوني. الله، اعمل معروف، أنا في عرضك، ربنا يخليك، أرجوك والنبي ترجعني. مستحيل. ربنا يخليك، أنا آسفة على كل اللي عملته، مستعدة أديك الفلوس اللي أنت عايزها. فلوسك دي تبليها وتشربي ميتها. طب إحنا اتفسحنا خلاص، نرجع بقى. مين قال لك إننا هنرجع؟ إحنا هنقعد هنا. هنا؟ بعيد عن دوشة الناس وقرفهم. نعيش بين السماء والأرض، والمية والهواء. نعيش لوحدنا، لحبنا. طيب نرجع وبعدين نيجي تاني. تعالي هنا. هروب ما تحاوليش. روحي هات الخيمه من اللانش وانصبيها. خيمه ايه؟ الخيمه اللي هنعيش فيها. يلا. طيب خليكي بسرعه. حركي بسرعه. كتير اوي. يلا امشي. قومي شيلي. طيب يلا. طيب يلا. اسمعي، هتمشى شوية عين الجزيرة، ولما تخلصي تبقي تندهيلي. نفسك. انا شلت البطاريه، ارجعي شوفي شغلك احسن لك. تمام يلا. اخر مره هسالك فيها، انت جايبني هنا ليه؟ نقضي شهر العسل. نجوم السماء عرب لك. انت ناس انا مين وانت مين؟ انت ايه؟ ما عندكش عزة نفس يا اخي؟ انا مستعد اديك الفلوس اللي انت عايزها، بس رجعني. تتكلمي عن عزة النفس وبعدين ترشيني بالفلوس؟ انا بقى ما تهمنيش فلوسي. يا سلام، امال تهمك الشوك والسكاكين؟ كنت محتاج. طب نتكلم بصراحة، هترجعني ولا لا؟ لا. احنا مش هنعيش هنا طول العمر، مسيبنا نرجع وهتدخل السجن. بس ابقى ربيتك. انا قاصر والقانون هيوديك في 60 داهيه. كدابه في اصل وشك. عندك 23 سنه، وعمك بنفسه هو اللي قلب عظمه لسان. والسجن ده هيفضل لحد امتى؟ الله اعلم. ده شيء راجع لاسلوبي. والله كنت مؤدبه ولطيفه، ترجعي بيتكم بسرعه. تهربي؟ مفيش قدامك غير الفك المفترس يفترسك. روحي، دي اوضتك اللي هتنامي فيها، ودي اوضتي انا اللي هنام فيها. ايه رايك بقى؟ مش عيش غرام جميل يا روح قلبي لينا احنا الاثنين؟ تعرف انك غلس؟ طبعا غلس، ما انا عارف. بس غلس ولا مش غلس؟ مش انت اللي عرضت عليا الجواز يا روح قلبي؟ طب اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ تعرفي انك بتبقي لذيذه قوي 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 وانت متنرفزه كده؟ طب اتفضل خش اتخمد. ما بيقولوش خش اتخمد، يقولوا اتفضل تصبح على خير يا روح قلبي. يقولوا ايه؟ تصبح على خير يا روح قلبي. وانت من اهله روح. انا هخش انام، واذا حبيتي تسهري الجزيره قدامك اهي واسعه ومليانه بلاوي. تصبح على خير. Thank you.
هاتي الترابيزه هنا. الزفت هنا. سم اهو. ما بيقولوش كده. بيقولوا الاكل جاهز يا روحي. الاكل جاهز يا روحي. انا احب اسمع مزيكا وانا بفطر. روحي هاتي الراديو يا حبي. دي مزيكا تفتح النفس دي؟ الموجودة. مش هتفطري؟ أنا ما بفطرش. أحسن. رايحة فين؟ خليكي هنا لما اخلص اكلي علشان تغسلي الاطباق. ايه الهباب اللي انت بتهببيه ده؟ كل حاجه هنا هتمشي بنظام. زي ما ليكي حقوق عليكي واجبات كأي ست بيت محترمه. الساعة 9 الفطار وده خلاص. الساعة 10 رياضة. يعني واحد هوب هوب رايت رايت ليفت شمال شمال بين هوب 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 هوب. خلاص انا تعبت. ايه ده؟ بعد الراحه انتهت. قومي فزي حضر الغدا. هتاكلي. ما هو الاضراب على الاكل مش هينفعني. نصيحه يا اخويا مني يا بنت الحلال. اللي ياكل على ضرسه ينفع نفسه. وبالليل رقص في حضن جوزك حبيبك. بترقصي بقرف كده ليه؟ بس بكرهك يا حياتي. وانا كمان. ما تصوريش بكرهك قد ايه. الله ينعل على ابو الساعه اللي قابلتك فيها. كانت ساعة نحس بعيد عنك. كان يوم اسود ما طلعتلهوش شمس. صح. عامل لي فتك عشان ما فيش حد يحميني. ياما نفسي تقع في ايد واحدة توريك النجوم في عز الظهر. وانا كمان. ياما نفسي تقع في ايد راجل يشكمك ويمشيكي على عجين ما تلخبطيهوش. زيك كده. طبعا زي. امال زي السفنجة بتاعك ده اللي اسمه ستارق. نايل على ميمي. مالها ميمي؟ هي من عينتك ولا نسيتها؟ أنا أنسى ميمي؟ أنسى الجمال كله؟ هي فيها ريحة الجمال؟ يا سلام. جمال ورقة ودلال وعذوبة. جميلة بذوقك. بس يا شربات اللي بيها أنا خايف يكون جرالهم حاجة. عجرالهم إيه؟ عصافير بيقضوا شهر العسل. أيوة بس دول بقالهم أكتر من أسبوعين غايبين. أنا من رأيي نبلغ السواحل. طول ما حمدي معاها انا مطمن عليها. العب العب يا ريتك تعرف تلعب زي حمدي. الموت اهون عندي من اني اعيش معاك.
حمدي 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 لو كنت اعرف ان الحكايه هتبقى كده ما كنتش ابتديتها من الاول. كانت لحظه جناني وانا جبتك الجزيره هنا. الجزيره دي فتحت عيني على حاجات كتير. وانا كمان ما اقدرش اضحك على نفسي. انا بحبك انت. طبعا انا فاهم حب كارثه بالنسبه لنا احنا الاثنين. دلوقتي ما فيش قدامي غير حل واحد. ابعد عنك. أنا قررت أسافر. هتروح فين؟ الهند. مش معنى الهند؟ بلد زي غيرها. وضروري السفر ده؟ علشان مصلحتك ومصلحتي. على العموم احنا كنا كده ولا كده هنفترق. شهر العسل اللي كنا متفقين عليه ينتهي بكرة. انت لازم تطلع حرامي. ما تنسيش ان مهنتي هي اللي عرفتنا ببعض. عندي ممكن تبطل حكاية السرقة دي وتبتدي حياة شريفة. أحاول. يا ريت. أنا مستعدة أسلفك أي مبلغ أنت عايزه وتبقى ترجحهولي. مش خايفة إن كلهم عليكي؟ أنت نفسك فين؟ أنا اللي نفسي فيه بين إيديا. Thank you.
اتفضلي. ما تطلع. مع السلامة يا نادي. كده من غير ما تودع عمي؟ مفيش داعي. طب لما يسألني هقوله ايه؟ احنا مش اتفقنا انك تحطي كل ذنب عليا؟ وهتسافر مصر على طول؟ ان شاء الله. طب اطلع خد هدومك. افضل كل شيء ينتهي دلوقتي. اتفضلي مفاتيح العربية. هتسافر لوحدك؟ لا طبعا، هاخد ملقط معايا. روح في 60 داهية، مش عايزة اشوف خلقتك. هات المفاتيح. اهلا اهلا ست نادية. نادية كنت فين يا نادية؟ خضتيني عليك. وايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ حمدي فين؟ ما تجيبليش سيرته يا عمي، احنا خلاص كل شيء بين انت. حمدي عايز يطلقني. يطلقك؟ هو انتوا لقيتوا تتجوزوا عشان تطلقوا؟ اهو ده اللي حصل. حصل؟ اكيد عملتي له حاجه. ابدا يعني، هو بيقول ان مفيش بينه وبين بعض تفاهم. الكلام الفارغ ده، هو كل اتنين يزعلوا مع بعض شويه يقوموا يتضاروا؟ يا نادي يا حمدي انسان كويس، انا بحبه ومستقبله عظيم. مستقبله؟ ايوه. مستقبله عظيم قوي. حمدي هدي شوية، الزم السرعة دي. ولعي لي سجارة لو سمحتي. حمد الله على السلامة يا سعادة بيه. ازيك يا عم صالح؟ ايه يا بيه الغيبة الطويلة دي؟ وحشتني. الله، أمال فين شنو سيادتك؟ سبتهم في أتينا. اعمل لي فنجان قهوة لو سمحت. حاضر يا بيه. الو، اخبار اليوم؟ انا حمدي سليمان. الله يسلمك، وصلت امبارح بس. لو سمحت اديني السكرتير بتاعي. ايوه منصور، انا بس حبيت اديك خبر اني وصلت من اتينا. ان كان في اي حاجه انا في البيت. بكره ان شاء الله هكون عندكم في المكتب. مع السلامه. نادية يا بنتي، العياط مش هيفيدك بحاجة. أنا بقول أدام بتحبيه للدرجات أروح أدور عليه وأعقله. هتدور عليه فين يا عم؟ في المحافظة. محافظة إيه يا بنتي؟ أروح له بيته. حمدي مالوش بيت يا عم. حمدي مش زي ما أنت فاهم، لا من عيلة ولا حاجة. ده بيشتغل حرامي. حرامي؟ آه. حاول يسرقني في أتينا. يعني هو اللي سرق مجوهراتك؟ لا يا عم، ده واحد تاني. تاني؟ هما كم واحد؟ أسيبك مرة واحدة في حياتك تروحي تتلمي على حرامية البلد كلها؟ يا عمي فهمني بس. أفهم إيه؟ تحب واحد حرامي وحرامي تاني سرق مجوهراتك وتتجوزي واحد حرامي؟ أنا ما اتجوزتوش. وكمان ما اتجوزتهوش؟ أيوه. أمال كنت تدخلوا الأوضة تعملوا إيه سوا؟ ولا حاجة. والأسبوع اللي قضيتوه سوا في الجزيرة عملتم إيه؟ ولا حاجة يا عم، عشان كده أنا حبيته. لا أنا مش فاهم حاجة أبدا. تسمحي تقيني من الأول تاني؟ كان من الممكن أن أتخلى عن ضمير الصحفي ونتزوج ونعيش سعداء، ولكن كان علي أن أختار بين حبي وواجبي، فاخترت واجبي. صباح الخير يا عم صالح. صباح الخير يا ست لميا. البي موجود؟ في المكتب، اتفضلي. ميرسي. العفو. صباح الخير يا حمدي. صباح الخير. معاك المستندات كلها؟ ايوه. خلاص انت قررت تنشرهم؟ اه. حمدي بقول لك تاني، احنا لسه على البر،
مش قادر. على العموم انا شرحت ناديه كل حاجه في الجواب ده. يا عم صالح. افندم يا بيك. ابعت لي الجواب ده في البوسطه. حاضر يا فندم. اتفضل. اهنيك يا حمدي على كل اللي عملته. لو كل الصحفيين زيك كده كانت عيوب كتير في البلد اتصلحت. متشكر قوي يا فندم. بس ليا رجاء عند سيادتك. عارف عارف اسمك. اطمن يا سيدي هكتبه بالبنط العريض. لا يا فندم ارجوك مش عايز يتكتب خالص. ليه يا حمدي؟ ده رجاء خاص. المهم التحقيق يتنشر. مصيبه مصيبه كبيره. ما هو احنا كمان مش لازم نسكت، لازم نرفع قضيه ونطلب تعويض ورد شرف، ولازم ننشر كمان تكذيب في الجورنال ده. تقولوا معاهم مستندات جابوها منين؟ لازم اتسرقت. سرقت؟ مين اللي سرقها؟ هيكون مين غير سحند بتاعكم ده؟ وايه مصلحته؟ يا سيدي يبيعهم ويقبض ثمنهم. عمي يعني الكلام اللي في الجرايد ده صحيح؟ ايوه يا نادية. يعني انت؟ ايوه. وطارق كان شريكك في كل العمليات دي؟ كان مفهمني ان الحرامي في الزمان ده ما بيسموهش حرامي، بيسموه قط سمين. يعني كل العز ده من مال حرامي. انا لا يمكن استسلم بالسهوله دي. انا هسافر مصر واروح بنفسي للجورنال واتاكد اذا كان حمدي ما سلمش المستندات اخدهم منه وادي له المبلغ اللي هو عايزه. عن اذنك. طارق انا جاي معاك. يا أستاذ أنا تحت إيدي جميع المستندات اللي اتنشرت في الجريدة، وبصفة رئيس التحرير مستعد أتحمل المسؤولية. أيوة يا فندم، بس المستندات دي كلها مزورة. والله المحكمة هي اللي تبت في المسائل اللي زي دي. أقدر أعرف من سيادتك مين اللي جاب لكم المستندات دي؟ آسف يا فندم، ده سر. بدل ما تبهدلني انا وعمي تطلب الثمن، وما دام الفلوس هي كل حاجه في حياتك اتفضل ادي الثمن. ما تزعلش يا حمدي هي معذوره.
أنا لست لصا كما تتصورين، أنا صحفي أعمل في أخبار اليوم وملقاط سكرتيرتي الخاصة. لما وصلتنا أخبار أن عمك يقوم بعمليات تهريب مريبة قررت أن أفضح أمره، ولما كنت أعتقد أنك تشاركينه في هذا لحقت بك في أتينا، وأثناء بحثي عن الأوراق في غرفتك بالأوتيل فوجئت بك، وعندما اعتقدت أنني لص تركتك على هذا الاعتقاد والباقي تعرفينه. ولكن الذي لا تعرفينه هو أنني أحببتك حبا جنونيا. حبيبتي نادية، أرجو أن تسامحيني على كل ما سببته لك من عذاب. سأرحل غدا، ليس إلى الهند كما قلت لك، ولكن إلى أتينا لأستعيد الذكريات لعلها تساعدني على نسيانك. هتتجوزني غصب عنك، رضيت ولا مرضيتش، انت فاهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.